مساجين سياسي مريض باش نمشي ولا نبقاو بحذاه شوية في منزل بورقيبة. حاولت باش نتملص من البوليس لكني ما أمكن ليش ما لأنهم خلطوا علينا. وقت اللي خلطوا علينا قبل ما يخلطوا بطريف تقريبا 15 متر وأنا طعت شعرت بألم في جهة القلب وطحت عمري ولا صارت لي لأول مرة في الطايح في الأرض وقفت قلت ما عنديش وجيعة مشيت شوية آخر زاد وجعني قلبي طحت مرة أخرى وهما ثلاثة بوليسية زوز مشاو في جرة رفيق واحد بقى قدامي معناه يعص علي متعدية برويتها ما عرفش شنو تلمست وسخت له حوايجو تلهاي يتعارك مع البراوتي تلموا الناس انا فاك هذيك قمت ما لقيتش وجيعة هربت على روحي هربت معناها وتخبي خاطر ما جمش نجري تخبيت في حانوت فهمتي وهبطوا عليا الليزار والطواول فهمتي من بعد جات البوليسيه ما لقاو حد شيء لكن الوجيعة كثرت عليا ما نجمش نمشي نهارتها المنزل بورقيبة مشيت من غدوة عندي طبيبي الله يذكره بالخير ستان كارديولوج محمد علي خلف الله في منزل بورقيبة قال لي ماكش باش تروح مش بات هنا اليوم في المستشفى عملت تليفون ثم عملوا لي التحاليل قعدت تقريبا اسبوع ثم قالوا لي باش نبعثوك للرابطه معناتها مشيت قلت لهم ما تبعثنيش للرابطه وانا ببعثني للمستشفى العسكري قال لي راه المستشفى العسكري ما يقبلوش المدنيين قلت له لا انا باعتباري مقاوم راه المستشفى العسكري معنا عندي الحق من المستشفى العسكري وهذه جاء الدكتور اسمه الدكتور حوالة هو مسؤول على السيرفيس الكارديولوجي الدكتور حوالة قال لي متعرف احنا راهو هذا مستشفى عسكري راهو من يقبل الا الجيش او تكون عنده بريزون شارج والا يخلص قال لي ما لا باش تخلص انت قلت له لا مانيش باش نخلص ما عنديش سنوات معناها سنوات الله مطلوب من العمل باللي جبن عليه كثر من سنة قبل من تحدث ولتو ما نعرفش شنو الحديث هو وزملائه وزميلاته وما الى حسيره تدرج بنا الحديث قال لي احنا راه ما نقبلوا الا الجيش هنا وزيد فكر قلت له لا راني ننتمي يا استاذ راني ننتمي الى صنف المقاومين اي قال لي قلت لي عاد هذا من البدايه قال لي قلت لي من البدايه انتم صنف المقاومين ماكم تنتميون لنحن الجيش قلت له لا يا استاذ انتم الجيش اللي تنتميون لنحن خاطر هو ما خلقش وقت احنا بالمشاكل بتاع فرنسا وهو يا اما مازال ما تولدش ولا مازال صغير في العام الاول ولا الثاني ولا الثالث من بعد فهمتي جات بورس ومشى قرا الحكومة التونسية بعثت قرا في الخارج الى اخره وتصلح الى اخره احكي لي بن علي كيفاش بن علي طردك من الخدمة قلت لي ملي جاي 87 او توقفت عن العمل باي حجة باي تهمة باي هو احنا القاضي هو من اعمال الشعب نتاعو الشعب الدستورية ماهوش بقى احنا نقولوا بن علي وامثال بن علي الشعب خاطر يعملوا هما يعملوا تقرير يقولوا فلان قاعد يخرب في النظام ويخرج في الدعاية انا حقوق انسان هما عملوا تقرير فيك قالوا لي انت تخرب في النظام نعم عملوا فيك تقرير قالوا لي انت تخدم ضد النظام ايوه نحرض الناس على نحرض الناس على التظاهر والاعتصامات والاضرابات والله لا توهوا كلهم شر والله ما عملت منه حد شيء هذا متعرف فما ناس تحب تبعد الشياب والقدم باش يشدوا هما هذيك طبيعتهم هكا الله يغفر لهم والله يسامحهم الكل
عدم شاف فيا تقرير فهمتي، جاء واحد رئيس بلدية جديد متشيع ياسر ما عندوش ماضي باهي في بنزرت، مش عامل الدنيا، لكن ما عندوش خصال وطنية وإلا كذا. شنو الخصال الوطنية اللي باش يعمل؟ يجي لعلي بن سالم يلزم يطردوا من العمل. هذيك معناها الحاجة الوطنية، هذيك الحاجة الباهية اللي يلقاها. يعمل اجتماع مع قال لهم كيفاش فلان فلان يمشي في العهد هذايا ويكون في معناها ضد النظام ويخدم في البلدية، هذا ما 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 ما, 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 ما يتقبلش. عمل في رابور اللي انا نحرض على الناس كما قلت لك، سامحني في الاعاده، نحرض على العمل وكذا. هبط قرار بايقافي 3 شهور واحالتي على لجنه على شو اسمي اللجنه شو اسمها مجلس تاديب، مجلس تاديب ايوه مجلس تاديب الولايه، مجلس تأديب أعطاني 3 شهور إيقاف على العمل، لكن 3 شهور تواصلت. حبيت باش نرجع قالوا لي لا ما عندناش أمر باش نرجعوك بعد 3 شهور. مشيت على نفسك، مشيت على نفسي، مشيت هذيك هي. فانا إطار كنتوا تخدموا قبل تولي فما رابطة، كيفاش كنتوا تتلموا في دارك؟ ما كناش ماهيش مجوعة، الناس وقتها اللي يحل فمه يمشي للحبس. اللي حل فمه ما فهم عندناش جمعية غديك، ما فماش حتى جمعية، مازال ما تخلقت حتى جمعية. بورقيبة ما يعطيش للجمعيات، هو حتى الأحزاب لا، كان هو وحده، حزبه وحده، ما فماش. بقى احنا في ورادة نخدموا على أنفسنا. كيفاش تخدموا؟ شنو عملت؟ ضد النظام أو ضد معناها التصرفات اللي هي ما يشبهها نتاع النظام اللي نعتبروها مخلة بالشرف الوطني. مثلا دي حاجة كبيرة اللي يعرفوها، اللي يعرفها الشعب التونسي الكل. تو كان الأخ هنا بدالي على نصف قرية ساقيت سيدي يوسف وما كملش، ما جاوبتوش، ما كملش، انتقل بيا معناها 50 سنة قدام، ضيعني. مثلا الحرب اللي صارت في 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 بنزرت 61 معناها يموتوا منها آلاف من الشعب التونسي من كل بقاع البلاد التونسية، ما فماش مبرر باش تعمل حرب يا رسول الله مع فرنسا، ما أكبر دولة مع فرنسا تعمل فيها حرب، مش معقول. هو ما كانش يظهر، مانيش متأكد مليح من حديثي، هذا يا رأيي الخاص، يظهر فيه ما كانش يظن اللي الامور باش تتطور الى حرب بكل الطريقه هذيك. بقى هو بالغ ياسر، نادى بالجلاء، معناه جلاء القوات الفرنسيه، وكما كنت نتحدث قبليك خدم برشا باش لمهم الكل، كانوا متفرقين في البلاد من قابس الحدود مع الليبية، مع الحدود الليبية والجزائرية، فما دي كون دو لارمي فرونسيز، وكل لمهم وحطهم في معناها في بنزرت، الكل لمهم وحطهم في بنزرت. وبقى هو وقتها الجنرال دوغول يلعبوا في التنس، هم من الاخر من فرنسا وهذا من هناك، كل واحد يشيع الكرة الاخر. ثبت له سي بورقيبة باش يمشي يزور دوغول، روح متغشش، قال راني ما تفهمتش انا، واه ولا بد من جلاء القوات الفرنسيه، وحنا ما نشوفوا الشعب التونسي ماهوش مسنوا في هدايا، ماهوش باش يسكت على نفسه، لا بد من السياده باش تكون كامله، وكلام معقول من غير شك يقول فيه، ماهوش الا ان ما احكيلكش على خاطر معركة بنزرت تعرفوها وصار فيها معناها باش نقعد لبانا نعاودوا فيها، الا ان في مذكرات دوغول يقول وقت اللي جاني الرئيس بورقيبة قلت له باش نخرج بعد عام، هذه ما ذكرهاش بورقيبة التو حايرين يندرى دوغول زادها يندرى بورقيبة شكون هو اللي معناها يندرى حبيب بورقيبة التو قعدت غامضة ما نعرفش ما معناتها الحرب هذيك نعرفوا دوغول صريح، دوغول راجل بالنسبه لبلاده عظيم، راجل من الرجالات معناه شخصيه عالميه، ما يتجبرش باش يكذب، الواحد يكذب
قال له مانيش خارج يا سي الحبيب. قال له الاتحاد وقتها السوفيتي، الاتحاد السوفيتي بالتجارب النووية وفهمتي باش يحب يغزو العالم وكذا، خلي لي معناها طريف اخر تو راني خارج على نفسي. اما الحبيب بورقيبة ما قالش راهو بعد عام فهمتي باش يخرج باش نخرج حاجه كيما في المذكرات نتاع دوغول هذه ما تقالش، ما شفناها الا في المذكرات. شكون هو تكبر عليا باش نقول لك شكون هو الكاذب؟ خاطر ايش يجبر دوغول باش يكذب او ايش يجبر بورقيبة باش يكذب؟ حتى بورقيبة
الله يرحمه ويغفر له تأله وتربب حتى إنسان ما عاد ينجم يقول كلمة قدامه ولو يخاف منه ولا. حتى إنسان ما عادش نجم يقول له مش معقول ما يجيش تماما مش ممكن مش ممكن. قبل كان أنا حدثت الأولاد على وقت اللي كنا في السجن جاء طاهر بن خوجة وقتها هو ولا وزير الداخلية عمل معنا عملية باهية الله يذكره بالخير بزر طاهر موجود عمل معنا عملية باهية. كنا في حديد معنا سنوات نحى الحديد ومن غير مشاور بورقيبة وعليش دخلتوا الحبس وقتها؟ حبينا نقلبوا بورقيبة كانت قضية كبيرة هي الوحيدة المؤامرة كنا نسميها المؤامرة بتاع اللازر شرايط واحنا انشيني اومير في كهف تحت الارض سجن النظور سجن النظور بقينا نرجع للحديث بقينا يلزم بورقيبة يتنحى معناها مش يموت كما قال هو لا والله لا ماشي هذه زيادة باش زاد معناها كثر علينا الكبس والضغط ونفذ حكم الاعدام في 11 واحد في القضيه تاعنا والاخرين فيهم اللي مات في السجن تكون رجل كبير شنو لنا معناها نفكره هو إزالة بورقيبة جاء بن علي أمكن له على خطر مش كيفنا احنا بعد احنا معناها نضال شعبي بن علي معاه عنده قوات عنده الجيش عنده البوليس عنده كل شيء وعنده كل الشيطنة بتاعه لأنه شيطان الشيطنة بتاعه نجم باش نحاه هو وعدها على شعب تونسي كان في الغل والبقية ما هو تعرفها معروفة يعني حتى لين وصلنا لها الدرجة حتى لين وصلنا طول السنين الخمسة سنين ممكن اللي فاتت ما فماش عائلة ما تتشكيش من عائلة طرابلسي يظهر لي في تونس الناس كلها يا إما تمس هو ديركتومو يا إما يعرف شكون تمس من أقربائه ولا من صحابه ولا من جيرانه لا هذا ايه وصلنا للدرجه هذه لا وحتى الاجانب موش تونس برك تو مثلا الانسان معناها انسان باش يجي يمول مشروعه هوني من الخارج
سواء كان من انجلترا فرنسا من الدنمارك واي حاجه من هكا المانيا يلزم يكونوا هما شركاء فما اللي قبل وندم فيما بعد هز دبشه ومشى على نفسه وفما اللي ما يقبلش معناه يتعرضوا لكل انسان معناه شيء كبير معناه صاير اللي ما نعرفوش في حتى دوله شيء كبير معناه همجيه كبيره برشا وجات في لمن الفلوس وفكان الارزاق وخاصه املاك الدوله والى اخره هدمونا البلاد لا معناه حتى الحق العام حتى غابه معناها فيها اشجار ممنوع باش تلمس لا ياخذ منها مثلا ولا اماكن اثريه في قرطاج ياخذ منها باش يبني البنت والولد ولا نسيبه وكذا همجيه ديكلاسي بيها بالدينار كيفاش تحب المجتمع باللي معناها لين شويه الشعب التونسي من طبعه لين هو الشعب التونسي من عهد البيات لمحلها من قبل فرنسا لين شويه باللي لين لانه خلط له الزنقه عندنا مثل وقفت الزنقه للهرب يلزم يضحي وكانت تضحيات كنت نعدد لك منها اللي نعرفهم انا فما اللي ما نعرفوش عدت لك البعض منهم كثير من الثورات والمئات اللي تمشي في الثورات هذه ما يشي معناها ثوره 14 جانفي نتاع 2011 هي اللي جابت لا لا خاطر توا الشباب يظهر لي غلطه كبيره برشا وما عادش تتذكر الثورات اللي سبقت اللي نفرض ما عندنا حتى ثورة قبل وقعت متاع 14 جانفي زعما يصير هذايا صعيب شوي صعيب شوي لكن الشعب التونسي متحذر ينتظر معناها في الشرارة الأولى باش هو يشعل هذيك هي اللي جعل ما الظروف هذيا نتمتع توا فقط بحرية التعبير سيتوكا ما عندنا شيء وممكن معناها تجم تكون جمعية تجم تكون حزب هذا دير حاجة باهية طبعا هو مش ممكن زادة باش في عام باش تتأكد كل شيء كنا نتحاكم معروفة. إذا كان مازال في كل وزارة في لا كل إدارة متفقين إذا رموز متاع فساد يلزمها تقف عند حدها ولا هذا هو المطلوب إذا كان فما ملك عام تاع الشعب يلزم يرجع للشعب التونسي هذا ما هو المطلوب لا هذا ما فيش كلام هذا ما فيش كلام هذا المطلوب مش انها الوزارات تتحل والناس كلها تخرج وتتبدل وتتحاسب في ما بينها لا لا كلها نعملوا مشانق لا 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 هذا كلام فارغ اما فما رموز فساد معروفه في الادارات الكبيره في الوزارات الكبيره تتحاسب الملاك اللي تفكت ترجع لماليها هذا هو الناس اللي تعذبت زادة نعرفوهم شكون ويعرفوهم شكون اللي عذبهم وشكون أعطى الأوامر باش يصير فيهم هكاكا اللي قتلوا الناس في ديسمبر وفي جانفي وفي فيفري زادة كيف نعرفوهم شكون هذا هو المطلوب مطلوب مش باش نوليو قانون الغاب مش نوليو باش ننصبوا مشانق في الشارع هذه حقوق مكتسبه يلزمها تتنفذ